السلام عليكم ورحمة الله. ده الدرس الثاني في هذه السلسلة للبيتس هيدفون. هنضيف الكالرز أو الماتيريالز والتكتشر، وهنا في طبعا هنا اللوجو. في عندنا تعتبر 3 ماتيريال: المطاط والبلاستيك والجريد. طيب، أولا هيكون في عندنا ماتيريال بلاستيك هنقول ان ده كده الكالر، الرفنس هيكون 0.28، بالنسبة للربر هيكون نفس الموضوع، ولكن هنا كده هيكون البلاستيك دي هتكون أفتح شوية، لكن الربر نفس الكالر ده. هيكون في عندنا نويز تيكتشر وبامب وكالر رام. فاكتور تو فاكتور، كالر تو هايت، نورمال تو نورمال. بدأ السكان يكون 1 وليكن 100. نذهب إلى الشيدنج تاب، الرفنس هيكون 0.4 وليكن 0.4، كنترول شيفت تي. طيب بالنسبة للسكيل في الاكس خلينا نقول 5 او 4، السترينث 0.1. طيب ممتاز جدا، ممكن يكون 0.15. هكذا الماتيريال ديت هتكون نفس الماتيريال في الرابر ديت، نفس الماتيريال الرابر، ولكن ده بلاستيك. ده كده هتكون جريد، بلاك جريد. جريد بلاك و الرفنس 0.1 الصين. الصين كذا أيضا في هذا الشكل. هنا كده ده أيكون الصين على الجريد. طيب طبعا ممكن نسيب الموضوع هكذا، ولكن ممكن نضيف بعض التفاصيل. يعني هيكون في عندنا تكتشر ويف في الاكس وفي الواي،
نقول ده كده يكون بند سكيل 15. طيب ميكس ار جي بي، ميكس ار جي بي، الكلر الاول في الكلر الثاني هكذا، الوان اد اد اور مالتبلاي. تمام جدا، خلينا نقول ان ده كده وليكن 60 وده 60. الكولر ده كده هيكون في البامب، بامب color في الهايت، نورمال في النورمال هكذا، سترينث 0.5. هذه هتكون النتيجة، كذا طبعا هتكون منطقية، لكن خلينا نقول إن فينا جريد 2 هتكون جريد 2. نغير هنا ال x وال y، نخليها x و z، السكيل يكون عليكم 80 في الإكس وفي الزد، 80 و80. ممكن هذه يكون انفرت، طيب ممتاز جدا. بالنسبة لي الجزء ده يكون بلاستيك، بقى عندنا اللوجو، دي كده تكون ديزاين وان كوليكشن، فدوبليكيت الكوليكشن ديت، سيلكت اوبجكتس جي في الاكس، طيب نلاحظ ان البولين ما تفعلش. ليه؟ لان الاوبجكت البولين، خلينا نشوف هنا برضو، هنا في موجود في بولين، فالاوبجكت البولين موجود في تراش محذوف، فاحنا ممكن نضغط ديليت
هنرجع تاني للتراش ده كده قطر واحد. أول بولين باسم سيركل اللي هو قطر أو قطوان. أو الأوبجكت باسم قطوان، خلينا قطوان هذا move to design ومش هيظهر في الريندر. طب كده ممكن دوبليكيت الكوليكشن ويسلكت اوبجكتس موف في الاكس موف في الاكس و ار زد 980. select all و move اتجاه زد. اللايتنج اولا يكون في باك دروب دي هتكون عندنا الباك دروب هيكون ليكون وايت select objects ده كده هيكون هنحرك ده في الكاميرا كوليكشن. وسيلكت اوبجكتس وفي الواي نضيف هنا الكاميرا. فاحنا ممكن بعد ذلك نضيف اول كي لايت. نيجي هنا هنضيف بلين ار اكس 90 ديجريز سكيل زد 3 هكذا و R هيكون ده كده عندنا ال K light emission هنبدأ وليكن ب 12 ده هيكون عندنا ال K light. أكتر من لازم خلينا نبدأ ب 9 هنحتاج هنا أيضا في اللايت في ال وهنا أيضا emission strength هيكون quadratic ده 3. بعد ذلك هنضيف ايضا كي لايت ولكن ب سترينث اقل يعني كده هنا يكون ايضا في كي لايت ممكن المسافة تكون ابعد شوية. كوادراتيك 1 4 تمام بأن الكالر هنا يكون وليكن وايت أيضا.
بالنسبة لي اللوجو كنترول بلس يو بروجكت فروم فيو هيكون بلاستيك لوجو الساين ايمج هنشوف اللوجو بي ان جي فورمات فهننتقل الى شيدر اديتور عندنا ده اللوجو هنضيف ميكس شيدر ميكس شيدر ده شيدر اول ده شيدر الثاني ده الكالر للبيتس لوجو خلينا نقول ان ده كده وايت معنى كده ان اليو في مش مظبوط فهنشوف اليو فيز طيب احنا ممكن سل بروجكت فروم فيو باوندس خلينا نشوف هو العكس طيب هو كده اللوجو تمام ولكن سكيل داون هكذا هنفترض ان احنا محتاجين بس صورة البي فقط اللوجو البي طيب خلينا نشوف رندر مبدئي هنزود الاسترنس شوية يعني هنا ده كده هيكون 5 وده هنقول ان هو ليكن 6 ممكن هنا نضيف بوينت لامب نشوف تأثير البوينت لامب هختار البلين هيكون not visible in render و transparent بالنسبة للسامبلينج ممكن 800 كتست اوبتكس البرفورمانس 256 ثم رندر